مرحبا بكم. الإعلان عن تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة قد يكون بداية الأسبوع المقبل، يقول مطلعون. بالرغم من ذلك، لا تزال الضبابية تلف عملية التأليف، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار فضونا تطالب القوى السياسية بحسم الخطوات في الملف والبدء بمعالجة مشاكل البلد الكبيرة. حيال التعقيد الذي يتسم به المشهد، تتعدد وجهات النظر ما بين داعمة لفكرة التفويض وتتوقع نجاح الحكومة، وأخرى تتمسك بأن يكون للقوى البرلمانية الفائزة في الانتخابات تمثيلها الطبيعي في الكابينة الحكومية وفقا لاستحقاقها الانتخابي. فيما ترى قوى أخرى أن حكومة عبد المهدي المقبلة ستكون هجينة وسيتخلى عنها الداعمون عند أول انعطافة سياسية. في حوار الساعة اليوم نطرح الأسئلة عن مآلات تأليف الحكومة العراقية الجديدة. هل ستدلل العقد في الساعات الأخيرة لينجح الاستحقاق أمام اختباره الأول في عدم خرق السقف الدستوري؟ هل سيبصر الشعب العراقي المنتصر على الإرهاب حكومة تلبي آمالا معقودة عليها؟ ماذا عن المحاصصة التي كبلت المشهدية السياسية سنوات طوالا؟ هل من إمكانية لتدوير الوزارات؟ ما هي حقيقة موقف الأحزاب داخليا وتأثيرات اللاعبين الإقليميين والدوليين في المشهد برمته؟ عن العقبات ومكامن الحلول نحاور القيادية في حزب الفضيلة في العراق مهند العتابي. أهلا بكم في حوار الساعة. سيد العتابي، أهلا ومرحبا بك على شاشة الميادين. بحسب معلوماتك، هل هناك معطيات تشي بأن التشكيلة الحكومية سيعلن عنها الأسبوع المقبل؟ سيد العتابي، هل تسمعونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا عندي مشكلة بالصوت، تسمعوني؟ نعم نسمعك جيدا، تفضل. جمعة مباركة، تحية لك أختي العزيزة ولمشاهديكم الكرام. ما أدري بس أنا الصوت ما عندي، إذا ما أعرف صوتي واضح عندكم لو لا. واضح واضح سيد العتابي، صوتك واضح. هل تسمعني جيدا؟ واضح سؤالكم عن تشكيل الحكومة. حقيقة لا أخفيكم، أنا أسمعك، سمعك الآن واضح. المشهد العراقي حقيقة يشهد حالة من الإرباك حقيقة. كان من المرتقب أنه تكون حكومة مشكلة يوم السبت أو الأحد. أعتقد أن التصريحات الأخيرة وما وردنا من بعض التسريبات أنه ستتأخر، قد تكون إلى يوم الثلاثاء أو الأربعاء. مقدمات تشكيل الحكومة هي حاكمة في إخراج النتائج. فإذا أحسننا المقدمات، وأقصد هنا أحسننا المقدمات هو المعني بتشكيل الحكومة، كانت النتائج طيبة. لا نخفيكم أن الاضطراب في المشهد السياسي العراقي معلوم وواضح، فقد شهد اضطرابا مسبقا حينما شهدت الساحة العراقية تصارع أو تدافع محورين لتشكيل الكتلة الأكبر. وكانت مبادرتنا آنذاك، مبادرة حزب الفضيلة الإسلامي، بأنه بعد أن استشرفنا وقرأنا الساحة بشكل جيد من خلال التجربة المتراكمة من تشييد الحكومات السابقة، وقلنا أن مقتضيات الوضع العراقي تفرض أنه يجتمع الجميع على مائدة مستديرة يطرح برنامجه الحكومي للكتل السياسية الفائزة التي تمثل رغبة الجمهور العراقي، وكذلك تضع مواصفات رئيس الوزراء المكلف، ثم تمضي إلى انتخابات، انتخاب الرئاستين، أقصد رئاسة المجلس النواب ورئاسة الجمهورية، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل كابينة حكومية. أعتقد أن البداية كانت فيها أرباك واضح حين انتخب السيد رئيس مجلس النواب، وكان الفارق عن عدم فوزه 5 أصوات فقط، 5 من أصل 329، كان خطر حقيقة. ولولا أنه مضت هكذا متعكزة لكان المشهد قد تعرقل. وكذلك انتخاب
رئيس الجمهورية واضح كان بجولتين، لم يكن بجولة أولى، وكانت هناك يعني رغبة من جزء كردي مهم في أن يكون رئيس وزراء. ما أريد أن أصل له أقول ما زال المشهد العراقي غير مستقر حقيقة. يفترض أن تكون هناك لجنة واضحة تكلف لتشكيل الحكومة العراقية. ما أخفيك أختي العزيزة ولا هو بسر أن اليوم الوضع العراقي نعتقد وما زلنا نعتقد هذا الاعتقاد أنه ليس في الحالة الربيعية التي ممكن أن تجعل القرار في جانب واحد دون أن يشترك الجميع. اليوم في الديمقراطيات العالمية هناك كتلة أو كتلتين أو ثلاثة، حزبين أو ثلاثة، هذان الحزبان أو الثلاثة يدخلان في عملية انتخابية ديمقراطية تفرز نتائج، ثم يذهب حزب لتشكيل الحكومة وحزب آخر يذهب إلى المعارضة. لكن المشهد العراقي كما هو واضح أنه فيه أكثر من 50 حزب دخل في العملية الانتخابية، أقول أكثر من 50 حزب سياسي موجود في الشارع العراقي يمثل أطياف العراق ويمثل كل المكونات من جنوبه إلى شماله. 50 حزب قد دخل في ما يقرب من 11 كتلة أو ائتلاف انتخابي، 11 ائتلاف انتخابي فاز في الانتخابات 2018 النيابية. بعد ذلك اليوم حقيقة ليس لدينا كتلتين أو ثلاثة حتى نأتي نفصل المشهد السياسي نقول هذه الكتلة فائزة وتذهب وتشكل حكومة. لذلك قلنا واستشرفنا هذه الحالة، قلنا لا مجال للأغلبية الوطنية ولا مجال للأغلبية السياسية، المجال للشراكة الوطنية الواسعة. لكن في معرض إجابتك سيد العتابي قلت يجب أن يكون هناك لجنة واضحة تكلف بتشكيل الحكومة، ما الذي تقصده بهذه الجزئية؟ أعتقد قصدي واضح. في تشكيل الحكومات السابقة أنا أتحدث من تجربة، لسنا حكماء بقدر ما لسنا نحن أصحاب تجربة في الميدان العراقي. قلنا أنه في الحكومات السابقة كانت هناك لجنة تشكل عليا، هذه اللجنة تذهب لتحقق أمور مهمة. الأمر الأول تذهب إلى الكتل السياسية لتستشرف ولتعرف ولتستشعر ما هي الأولويات في نظر الكتل السياسية. أختي العزيزة كما هو معروف أن النظام العراقي هو ليس نظاما رئاسيا إنما هو نظاما برلمانيا. النظام البرلماني يقتضي وجود كتل سياسية، لكن بغض النظر عن هذه التفاصيل سيد العتابي أنا أسأل لجهة أنه عندما تطالب بلجنة واضحة هل هو يشي بعدم إيمان بقدرة عبد المهدي على تشكيل الحكومة العراقية؟ ما أركز عليه أقول أن المشهد العراقي يقتضي أن تكون هناك شراكة واضحة في القرار. السيد عادل عبد المهدي نحن من الكتل التي منحناه الثقة وأعطيناه توقيع وأعطينا توقيع لرئيس الجمهورية وقلنا له كلف السيد عادل عبد المهدي في خطوة لتعزيز الوضع العراقي. لكن ما نقوله أن الرجل السيد رئيس الوزراء المكلف لا يستطيع بمفرده، وهي ليست بطاقة بشرية واحد يستطيع أن يشكل حكومة. لذلك قلنا يفترض أن تكون هناك لجنة واسعة تمثل الكتل السياسية. لا أخفيك أنه هناك ضبابية، الكل اليوم زعماء البلد عندما تسأله اليوم كم اكتمل من الكابينة الحكومية؟ قلش ما أدري. من هم الوزراء؟ قلش ما أدري. كيف هو التقسيم؟ ما أدري. لذلك اليوم دفع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه مرارا وتكرارا يدعو إلى عدم اعتماد ما يخرج من التسريبات الإعلامية في الوكالات، خاصة إلى هذه اللحظة هناك تسريبات بأنه 6 وزارات للسنة، 12 وزارات للشيعة، 4 وزارات، 5 كذا، هاي لها. والمكتب الإعلامي يكذب. هذه حالة ليست حالة بمخفية، حالة اضطراب واضحة. لذلك ابتعدت الشفافية نوعا ما في هذا التقسيم. نحن لا نقول الشفافية بأنه تجعل كل الأمور وبتفصيلاتها على طاولة وفضائية وتتكلم. طب أنت انتقلت في الحديث الآن إلى موضوع المحاصصة. نعم، لكن نرجع موضوع المحاصصة لأنه يجب أن نناقشه بتفصيل أكثر، هو آفة فعليا على العراق كما يراه الشعب العراقي. لكن حتى هذه الساعة باختصار لو سمحت، ما هي التوافقات والآليات التي تحكم تشكيل الحكومة؟ نريد أن نحدد نقاط واضحة.
يعني أنا أستغرب حقيقة هذا المصطلح المحاصصة الذي جعل كالكابوس الجاثم على صدور العراقيين وكالبعبع الذي يخوف العراقيين. كل ما صار هناك تدافع سياسي، كل ما صارت حراك سياسي، خرج الشكل المخيف المحاصصة. هي أي محاصصة أختي اليوم؟ هل رئيس الحكومة العراقية، أقصد رئيس الجمهورية، جاء شيعيا أم جاء سنيا؟ مو هو إجا كردي، واليوم رئيس مجلس النواب هل جاء شيعيا أم جاء كرديا؟ مو إجا سني. أقول أنه المشهد هو فارض نفسه في أنه هناك مراعاة للوضع الحالي. أنا قدمت مقدمة دقيقة جدا واعي ما أقول، أقول أنه اليوم المشهد العراقي ليس مشهدا بكتلتين أو ثلاثة. اليوم الذي تفرضه المناخ العراقي أنه تكون هناك مشاركة وطنية واسعة. اليوم الشعب العراقي انتخب كتل سياسية، هذه الكتل السياسية كل عضو مجلس نواب في المفوضية يمثل 100,000 مواطن عراقي. هذا يمثل اليوم إحنا مرة نجعل النظام رئاسي ونقول للناس انتخبوا رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يقول له يا بأ أنت اليوم كلف أو شكل كابينة. ومع النظام السياسي لابد أن يسترشد وأن يستشعر ذوق الكتل السياسية. أختي العزيزة أرجو ملاحظة أمر مهم، أنه اليوم الوزراء نحن عندنا خشية حقيقة، نقول اليوم أي وزير في أي وزارة كبرت أم صغرت، ألف باء أو سيادية، أي وزير اليوم يأتي ويستلم وزارة سيأتي يجد في أغلب ولا أقول كل الوزارات هناك مافيات في الفساد وحيتان سياسية وفساد كبيرة جدا. تخطر موظف صغير هناك في بعض الوزارات لا يمتلك، احنا عندنا اصغر شكل اداري هو الوحده، يعني اللي هو اصغر من الشعبه، حتى مو مسؤول وحده ولا مدير، تلقينا موظف بسيط هو يمتلك زمام الامور. هناك وزارات فاسده فسادها كبير. هل نعتقد ونتصور ياتينا وزير، وارجو استشعار هذا الموضوع، وزير تكنوقراط ياتي من الجامعه ويستطيع ان يدير هذه الوزاره دون ان تسنده كتل سياسيه او يسنده جمهور عراقي؟ كيف نحن نخشى على الوزراء المساكين الذين سيديرون الوزارات حقيقة. اليوم المشهد ليس بالمشهد البسيط، العراق الآن في هذه الحكومة على ركام معركة، مع أشرس معركة، هناك تدهور اقتصادي، هناك تدهور أمني، هناك تراجع صحي، هناك تراجع تربوي. اليوم العراقي يستشعر هذا، قولي هذا يستشعره جيدا. نعم في مجال من المجالات نحتاج المعجزة اليوم، ولا مجال المعجزة بقدر ما نقول نحتاج حكومة قوية وأمينة. في عالم نعم. السياسة لا يوجد معجزات بالعادة. على كل حال وليد الكريماوي ومحمد الهاشمي اجتمعا بالسيد عبد المهدي، وقيل أن هذا الاجتماع تمخض عما يسمى تقسيم الكعكة ما بين سائرون وفتح في الحكومة المقبلة. نستمع سويا إلى ما جاء في الأخبار اللبنانية عن عودة المحاصصة، سائرون والفتح يسيطران ولنا عودة. الأخبار اللبنانية، عودة المحاصصة، سائرون والفتح يسيطران. مرة جديدة تعود المحاصصة إلى التشكيلة الحكومية العراقية على الرغم من منادات القوى السياسية على اختلافها بنبذ الآفة التي تلصق بحزب الدعوة الإسلامية. حكومة عادل عبد المهدي لن تكون مختلفة عن سابقاتها. صحيح أن ثمة هامشا منح للرئيس المكلف لاختيار عدد من الوزراء المستقلين، إلا أن المحسوم أن تقاسما للحقائب الوزارية يلوح في الأفق. قبل يومين التقى عبد المهدي ممثلين عن كتلتي سائرون والفتح، هما وليد الكريماوي ومحمد الهاشمي المعروف بأبو جهاد الهاشمي، لقاء قسمت فيه الكعكة الحكومية لتصبح طريق عبد المهدي إلى البرلمان معبدة بعد اتفاقه مع أكبر كتلتين نيابيتين وسط ذهول القوى الأخرى المنضوية في تحالفي الإصلاح والبناء على حد سواء. خلال الاجتماع المذكور وضعت المسودة الأولى للحكومة الاتحادية المقبلة، على الرغم من نفي المكتب الإعلامي لعبد المهدي أمس المعلومات الخاطئة عن المرشحين للمناصب الوزارية ووصفه إياها بأنها محض خيال ولا علاقة لها بالحقائق. المسودة التي اطلعت عليها الأطراف السياسية وفقا لمعلومات الصحيفة ولدت صدمة لدى المنضوين إلى تحالفي الإصلاح والبناء، ولا سيما أن الصدر كرس حصته المباشرة في الحكومة على رغم رفضه سابقا أي انخراط في محاصصة من شأنها إضعاف الحكومة. سيد العتابي، إن كان
أو صدقت فعلا هذه التسريبات عن اقتسام الكعكة الحكومية ما بين سائرون والفتح؟ إذن إعلان الكتلتين عن ترك موضوع مرشحي الوزارات محصور بالسيد عبد المهدي، هل هو إعلان صوري؟ ماذا تقول؟ يعني كشيء رسمي حقيقة لا يوجد شيء رسمي، باعتبار أن المكلف بتشكيل الحكومة السيد عادل عبد المهدي نفى لحد ليلة البارحة ليلا نفى أنه أي تسريب أو أي شيء من هذه الأمور ليس صحيحا. لا أقول أن كلامكم غير دقيق حقيقة، فيه شيء من الواقعية. هذا مو كلامنا، هذا كلام صحيفة الأخبار اللبنانية نشكو منها. اي يعني انتم بعد تبنيتوا في لا نحن لا نتبنى، نحن ننقل يعني كل وجهات النظر ونناقشها، نتاكد منكم. تفضل. هسه انتم اللي نشرتوه يعني هو يعني حديث الساعه اللي موجود. صحيح. يعني انتم ما جبتوا فد شيء. نعم هو حديث الساعه اللي موجود. نقول انه مره يكون هذا الكلام صحيح، مره يكون غير صحيح. إذا كان صحيح فهذه مصيبة حقيقة، أنه تشكيل الحكومة يكون من كتلتين فقط وتستبعد. لا أخفيك البارحة إلى حد الليل كنا بتواصل مع بعض الجهات السياسية والزعماء السياسيين المهمين، وكان استيائهم واضح حقيقة. هم الجميع اليوم لديه رغبة بأنه ينجح الحكومة، والجميع لديه رغبة أن يشترك. ثنائيتان مهمتان، رغبة الاشتراك ورغبة إنجاح الوضع. طبعا رغبة إنجاح الوضع باعتبار اليوم الجمهور ضاغط أنه لا مجال للمعارضة ولا مجال بأنه يكون هناك تزاحم سياسي موجود، فرغبة في الاشتراك ورغبة في الإنجاح. لكن هذه الرغبة لابد أن تشجع من السيد المكلف برئاسة الوزراء. حقيقة لم نلمس هذا التشجيع. نعم كل من التقى بالسيد عادل عبد المهدي وجده منبسطا، وجده واضحا، وجده لطيفا حميما، يقول بأنه الكتل السياسية كتل رائدة ومحترمة، وهذا ما سمعناه حقيقة من السيد عادل عبد المهدي. لكن حقيقة الأمر أنه الشفافية ابتعدت عن المشهد العراقي. إحنا لا نقول ولا ندعو للشفافية المفرطة، بقدر ما نقول لابد أن تكون هناك لجنة واضحة تضع معايير. الآن نحن الهم لا نقول لمن هذه الوزارة، لكن المعايير هي الحاكمة. اليوم سمعنا وسمعتم ورأينا ورأيتم أن هناك دعوة عبر موقع إلكتروني وصل إلى ما يتجاوز 36,000 مرشح، وكأنما الدولة العراقية اليوم فتحت باب التعيينات. أنا أحد الشباب يقول لي يعني هو حتى ما واصل 30 سنة يقول والله قدمت بلك الصيب، يعني شنو احنا حظيا نصيب مثلا عندنا وفتحنا المجال لهذا؟ هذا كلام غير مقبول. نعم اليوم احنا نريد نتواصل مع المجتمع، وسمعنا هناك اجراء بانه كل المتقدمين اليوم اللي رشقوا واللي فحصوا واللي يعني تشيكوا سيفياتهم وسيارهم الذاتيه وضعوا في خانه للافاده منهم في المستقبل. لا نقول المشهد العراقي لا يكون، هناك ازمه عراقيه حقيقه خانقه. انا كنت البارحه في لقاء مع بعض الناشطين من محافظه ديقار. نعم. وأبلغونا بإنذارات واضحة ليس لنا إنما لأصحاب القرار. قالوا نحن أوقفنا الحراك الشعبي ووقفنا الحراك التظاهرات استشعارا منا بالمسؤولية، ووجدنا أنه الحراك قد انحرف شيئا ما في بعض المحافظات سبب دماء. لكن نحن غير متوقفين، نحن ننظر وننظر بالتفاصيل. وأناس مهمين، أنا عندما أقول أناس مهمين يعني لهم أثر اجتماعي. الكل اليوم الصغير والكبير، المرأة والرجل، التلميذ والطالب والكاسب، الكل يوم ينظر إلى كيف تتشكل الحكومة. ردود الأفعال الموجودة من إشباط 2011 إلى يوم الناس هذا 2018 ما يقرب 7 سنين، المتمعن بالساحة العراقية يجد أنها اضطرابات متصاعدة. اضطرابات متصاعدة كادت أن تهوي بالبلد في الأشهر الثلاثة الماضية، لكن وجود بعض الحكماء ووجود بعض الحريصين تدخلوا. لكن اليوم استنزفنا 90-95% من كلامنا مع الشارع، من علاقتنا مع الشارع، من تأثيرنا. اليوم الشارع عندنا تأثيرات بمجتمعية. اليوم حقيقة ما نقله الأخوة لي من الحراك الموجود من مظاهرات ومن قادة المظاهرات ينذر بخطر. أقول ينذر بخطر. لذلك اليوم نحن أمام أبيض أو أسود. الرمادي لا يعمل في العراق بعد، هذا أما حكومة قوية هذا أمينة هذا الحراك قادرة ولا معجزة في السياسة. سيد العتابي، هذا الحراك هل تم إخماده إلغاؤه أم إرجاؤه؟
لا 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 تأجيله، أنا كلامي خوب واضح. اليوم الحراك اللي موجود أجل نفسه لأنه منح فرصة، نعم منح فرصة لبصيص من الأمل يراه هو في الحكومة القادمة. الذي أريد أن أقوله أنه هذا الحراك إذا 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 لم نغذيه بالأمل لم نعطي أملا، لأن اليوم أنا لدي أرقام واضحة في عدد البطالة والفقر المستشرفي، خصوصا يعني كل محافظنا، ولا أريد أن أخصص بعض المحافظات، كل محافظاتنا اليوم حتى الإطلاقات المالية والتعيينات والأمور التي أطلقها السيد العبادي في زيارته لبعض المحافظات أو لقائه ببعض المحافظات لم ينجز منها سوى 10% إلا إطلاقات مالية خجولة جدا، وسط ارتفاع واضح لأسعار النفط ووجود فائض مالي جيد دعونا بأنه تكون هناك ميزانية تكميلية. أقول اليوم الحكومة وما فيها، البلد وما فيه، مسخر لخدمة المواطن العراقي، فمرة نستطيع أن نخدمه، والخدمة مشروطة بأن تكون هناك كتل سياسية داعمة وكتل سياسية لا تؤجج الشارع العراقي. لا أخفيك، أكون صريح، أن المظاهرات العراقية التي خرجت عفوية استثمرت وركبت الموجة فيها لأجل أغراض سياسية. لذلك نقول أوقفوا الجداح السياسية أو الأداة السياسية من حرق الشارع العراقي، واليوم حملوا الكتل السياسية مسؤوليتها واجعلوها أمام الشعب العراقي تتحمل مسؤوليتها حتى بعدين الشعب العراقي يحاسب. أما أني أبعد الكتل السياسية عن المشهد الحكومي والتنفيذي، وصلت الفكرة، وبعد ذلك يذهب هذه الكتل إلى تحريض الشارع خطر. وأيضا من جهة أخرى، إعطاء الشعب العراقي حقوقه المعيشية قد يعني يمنع كل هذه الطرق أمام أي فتنة. على كل حال نعود لموضوع السيد عبد المهدي. السيد عبد المهدي قال بأن الحكومة الجديدة ستكون من أولوياتها إعادة إعمار العراق، وهذا ينضوي على أكثر من ملف. لكن هنا السؤال، ما هي مكامن القوة عند السيد عبد المهدي، وما هي نقاط الضعف، على اعتبار أنه حتى تكليفه بتشكيل الحكومة هو لم يكن دستوريا لأنه ليس مرشح للكتلة الأكبر، هو كان توافقي بطريقة أو بأخرى من كل القوى السياسية دون أن تتبنى ذلك رسميا. ما هي هذه المكامن؟ يعني أأتي من ذيل كلامك أنه السيد العبادي لم يكن مرشح الكتلة الأكبر. لا، هو كان مرشح الكتلة اللي هي أكبر من الأكبر أكبر، وبحضور السيد رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود. لا، اليوم هو مكلف يعني بشيء أكثر من الكتلة الأكبر. اليوم هو ممثل من اثنين، وقعت له ما يقرب من 220 نائب عراقي يمثل أكثر من اثنين، يعني كتل السياسة تقريبا بأجمعها إلا الأخوة الكرد في حين زعلوا يعني لسبب موقف ما. أما سؤالكم أنه ما هي الفرصة التي منحت للسيد العبادي، ما هي مقومات أو مصادر القوة، أقول أن عفوا السيد عادل عبد المهدي، أقول أن رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي منح مقدمات ومنح صلاحيات ومنح إمكانية نجاح لم يمنح لها أو لم تمنح لأي رئيس وزراء عراق مكلف طيلة هذه الفترة. طب لماذا؟ حقيقة كان هناك دعم كتل سياسية واضح، دعم شارع، نعم. لماذا؟ لماذا منح ما لم يمنح لأي شخص سواه من قبل؟ لسبب رئيسي حقيقة واعتبره أوحد، باعتبار أن كل الكتل السياسية اليوم أرادت أن تبرئ نفسها من يعني ما موجود. اليوم كل الكتل السياسية أرادت أن تبرئ نفسها من الاتهامات أنه أنت متشبثة، أنت تريدين، أنت محاصصة كذا. كل الكتل هسه مو كل الكتل خوبة هي بهال الوطنية، لا، خوب التفاوت موجود حتى أكون واضح وصريح، لكن كل الكتل السياسية اليوم لم نجد كتلة صرحت أو وضعت العصا في عجلة السيد عبد المهدي، لم نجد أو نسمع عن أي كتلة وضعت حجرا في طريق عبد المهدي، إنما كل الكتل. وأنا أتيك بخبر مهم أنه بعض الكتل اليوم صرحت وبعضها سيصرح بأنه نمنح صلاحية، يعني شيء محرر، نمنح صلاحية ونجعل الأمر في ساحة السيد عبد المهدي لتشكيل الحكومة. أقول أنه الثقة من هي من هي هذه عبد المهدي. أكثر من ذلك أشير إلى أمر مهم، لا إشارة، لا لا أشير إلى أمر. قبل أن تكمل، من هي الكتل التي ستصرح؟
كمل المعلومة. سلطناكم مضامين بعد العناوين هي تخرج خوب وحتى نأطرها لكن اليوم خرجت هناك تصريحات بأننا نخول ونكلف السيد عادل عبد المهدي، خرجت تحريريا وستخرج لعله اليوم أو غدا تخرج هناك كتل أخرى مهمة تخرج بهذا السياق واجعلوها في يعني ضمن طاولة معلوماتكم، ستخرج إن شاء الله، ذكرونا من تخرج هذه التصريحات. لا تريد أن تصرح. أقول اليوم أكو نقطة مهمة جدا في السيد عادل عبد المهدي، أعطيناكم مضمون هسه مو نستكمل المشهد، أنتم بلوحتكم بفرشاتكم استكملوا اللوحة، نجعل لكم يد في استكمال المعلومة. نقول اليوم السيد عادل عبد المهدي كفاه أمرا مهما وأنه لا يوجد أي منافس له، فقط هو الرجل الأوحد الذي طرح للترشيح وكلف. يعني اليوم ما شفنا أنه طرحوا 2 3 4، حتى رئيس الوزراء الحالي السيد العبادي لم يطرح اسمه أبدا في ضمن يعني حقيبة الترشيح. حقيبة الترشيح كانت غير مملوءة وغير متنافسة بشخص واحد، عندما فتحت خرج وهو السيد عادل عبد المهدي، وبالنتيجة اليوم الكتل السياسية تسابقت في التوقيع، أقول تسابقت في التوقيع له وأعطته هذا المناخ. عليه أن يراعي، ونحن مهتمين بنجاح السيد عادل عبد المهدي ومهتمين اليوم ومهتمين سابقا، والرجل يعرف مواقف الفضيلة معه مهتمون، وهذا ديدننا مع الجميع. نقول نهتم بنجاحك يا سيد عادل عبد المهدي، نعرفك ممكن أن تنجح، لديك إمكانيات عقلية وذهنية جيدة، ممكن أن تستوعب أخوانك، نقول عليك أن تستوعب الجميع لإخراج حكومة لا يوجد فيها معارض. نقطة أختي مهمة جدا أقولها وأنا مسؤول عنها، أنه المعارضة إن كانت معارضة في هذه الحكومة لن تكون معارضة تقويمية. بمعنى المقطع لن تكون معارضة تقويمية، إنما معارضة تسقيطية، ولعله مقدمة برنامجكم أنه الكتل السياسية وكذا. لذلك أقول اليوم حذاري من المعارضة، وليس تهديدا بعدم إيجاد معارضة، باعتبار نعتقد أن الكتل السياسية ترغب بالاشتراك وإنجاح حكومة، فمنحوهم فرصة الاشتراك ونجاح حكومة، أفضل أن تذهب إلى أنه تتصيد في حكومة بداياتها ستكون صعبة كبداية الطفل، أنه لا يستطيع المشي، يحبو، يزحف وإلى آخره. نريد أن نمسك هذه الحكومة حتى تذهب على رأسها في خدمة البلد والبلاد. على كل حال علينا الذهاب في فاصل، لكن بجملة واحدة لو سمحت، هل تؤيد فكرة أنه ممكن أن تكون إعطاء الصلاحيات بهذه الطريقة للسيد عادل عبد المهدي مجرد فخ لتسقيط الحكومة فيما بعد من كل كتلة لا ترضى بما حصلت عليه؟ باختصار سؤالكم ذكي حقيقة، هي يعني لها علاقة بالنوايا. خب أنا ما أقدر أتحكم بالنوايا، في ظاهر الأمر أنه منح الصلاحيات هو لأجل البلد، لكن لا أخفيكي قد تكون هناك نوايا عند البعض أنه منح الصلاحيات لتركه في الساحة وحيدا حتى يسقط، لا أستبعد ذلك. طيب فاصل قصير ونعود من جديد لاستكمال هذه الحلقة من حوار الساعة، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بالقيادي في حزب الفضيلة السيد مهند العتابي. أهلا بك من جديد سيد العتابي، نستمع سوية إلى ما ورد في القدس العربي. مرحبا. عن تشكيل الحكومة العراقية، الوقائع والأوهام وما بينهما. القدس العربي، تشكيل الحكومة العراقية، الوقائع والأوهام وما بينهما. يحيى الكباسي. مع انتهاء المدة الدستورية التي يمنحها الدستور العراقي لرئيس مجلس الوزراء المكلف من أجل تقديم حكومته ونيل الثقة في مجلس النواب، حيث ينتهي الموعد في الأول من تشرين الثاني نوفمبر، لا تبدو طبيعة الآليات التي ستحكم تشكيل الحكومة واضحة حتى اللحظة، كما لا يبدو واضحا كيف سيتم التعاطي مع وزراء الانترنت الذين قدموا سيرهم الذاتية عبر النافذة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس المكلف. وأخيرا لا يمكن للمراقب أن يعرف كيف سيتم التعاطي مع إعلان تحالف سائرون لوحده من دون تحالف الإصلاح بأنه لن يقدم مرشحين، وترك الأمر للرئيس المكلف.
الجميع من دون أي استثناء لا يزالون مصرين على نظام التمثيل النسبي الذي يعرف شعبيا بنظام المحاصصة، من خلال إصرار الجميع على اعتماد توزيع هوياتي للحقائب الوزارية. وهذا يعني أن المعادلة التي حكمت تشكيل وزارة عام 2014 ستحكم هي نفسها تشكيل الحكومة المقبلة. تبدو التصريحات السياسية التي تدعو إلى اعتماد أسس جديدة في تشكيل الحكومة مجرد أوهام أو أمنيات لا مكان لها على أرض الواقع، تماماً كما هي الحال في البروباغاندا الخاصة بالدعوة إلى تشكيل حكومة مكونة من وزراء مستقلين أو تكنوقراط. هذا فضلاً عن أن البطء الذي حكم تشكيل الحكومة لن يتيح لرئيس مجلس الوزراء المكلف الوقت الكافي للتدقيق في أسماء المرشحين، وبالتالي سيكون محكوماً بالنهاية بالترشيحات التي تقدمها له الأحزاب والكيانات السياسية حتى وإن تمتع بصلاحية مطلقة في رفض هذه الترشيحات، فالتوقيتات الدستورية ستكون هي الحاكمة في النهاية. المحاصصة عنوان متصدر دائما سيد العتابي عندما يتم الحديث عن المشهدية العراقية السياسية. من هذا المنطلق، هل سيحكم توزيع هوياتي التوزيع الوزاري المقبل كما كان دائما يحصل، بمعنى مثلا الداخلية للشيعة ودفاع للسنة، أم يمكن أن نشهد تدوير وزاري؟ يعني ابتداء أشيد بهذا التقرير باعتبار تضمن تحليلات منطقية وصحيحة وسليمة. 2015 وحكومة التكنوقراط وحكومة الظرف الأبيض غير بعيدة عن أذهان العراقيين وأذهان كل الساسة الموجودين، وأعتقد وليس هو قدحا بالأخوة اللي تولوا هذه المناصب. عندما رشقت الوزارات كان الترشيق غير صحيح، وأنا موظف عراقي وأعرف هذا الأمر. يعني عندما أدمجت مثلا وزارة حقوق الإنسان مع الدفاع والمفوضية مفوضية حقوق الإنسان ووزارة العدل، زاد راتب الموظف في حقوق الإنسان بما لا يقل عن 100,000. يعني تصوري فد 10,000 موظف كلهم يزودون، أي ترشيق هذا وما فائدة الترشيق؟ هاي نقطة مهمة يعلمها. أو مثلا عندما أدمجت وزارة البيئة مع الصحة، زاد الموظف في وزارة البيئة، إذا كان راتبه 600 يصير راتبه مليون، فأي ترشيق وأي دمج هذا؟ لذلك هاي القرارات الكرتونية والقرارات اللي بيها مسجات واللي قرارات اللي تناغم وجدان المواطن العراقي مبتعدة عن الأمور الواقعية، هي قرارات ليست صحيحة. أقول نستحضر، ما زلنا نستحضر حكومة والظرف الأبيض الذي جاء به السيد العبادي وعرض مجموعة من التكنوقراط، وهو بيت القصيد، أسوأ وزراء كانوا حكومة التكنوقراط، ولعله لا يوجد أحد يقول بخلاف هذا الكلام. يعني هل تريد أن تقول بأنه لن يكون هناك تدوير وزارات تحديدا في الوزارات السياسية مقبلا؟ سيبقى كل طرف سياسي متمسك بوزارته السيادية؟ بإجابة محددة رجاء. عندنا مثل بالعراق يقول اسأل مجرب لا تسأل حكيم. طيب تفضل. أنا جاي أقول هذه تجربة، حكومة التكنوقراط بال 2015 عندما جعلناها حكومة فضفاضة والظرف الأبيض كان موجود، هذه نتائج. هسه 2015 2018 نفس المناخ العراقي، داعش كانت موجودة وكذا. اليوم حقيقة أدعو إلى أنه لا تكون حكومة 2015 اللي هي ترشيق وكذا بهذه الأمور. اليوم هذا التحليل لجريدة القدس العربية تحليل واقعي، اليوم سجل ملاحظات مهمة، وهي منها أنه ابتعاد الصورة أو عدم وجود صورة لآليات التي ستحكم المشهد العراقي، كيف نحكم؟ وما هو التعاطي مع الحكومه الالكترونيه، خلينا نسميها ان صح التعبير. اليوم المشهد العراقي ليس مشهدا بسيطا، مشهد مركب. طيب. اليوم نرجع ونقول انه نعم نحتاج وزير تكنوقراط، لكن من هو الذي يسمي التكنوقراط؟ نحتاج وزير مستقل، لكن من هو؟ أنا أسأل من عن العاقل؟ من هو الذي يتحمل مسؤولية هذا الخيار؟ هل تتحمله الكتل؟ أم رئيس الوزراء وحده؟ أم لجنة؟ أم الجمع أكمل تأتي الكتل؟ انتبه لأختي بهذا المقطع. أقول هل يتحمله رئيس الوزراء وحده؟ نقول لا. نقول لجنة خارجية؟ نقول لا.
كتل السياسيه نقول راح تفصل الامور على مودها، نقول الجمع اكمل، ماكو مشكله بانه تصير مائده مستديره تجمع الكتل الفائزه والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب ونضع برنامج حاكما، اقول الحاكميه للبرنامج والمواصفات، اقول الحاكميه في المشهد السياسي يفترض ان تكون للبرنامج والمواصفات، نقول نضع مواصفات اليوم احنا في العراق ما اعرف هسه في دول العالم كيف يصيغون، اليوم الطالب في السادس ادبي او علمي، عندما نريد نؤهله الى كليه نضع له شروط تخص العمر، تخص جسده، امكانياته النفسيه. على كل حال وصلت الفكره وما يمكن ان نستخلصه بانك تقول انه وزراء التكنوقراط لم يستطيعوا ان يحدثوا فرقا ايجابيا في حكومات، اذا انتم ضد اي تدوير وزاري حتى ما بين الكتل الشيعيه والسنيه والى ذلك. هناك مفارقه اخرى، انه عندنا وقت معين اريد ان افيد اكثر من وجودك معنا للسؤال عن اكثر من محور. هناك مفارقه جديده ايضا يتحدث عنها البعض تكمن في التوزيع الجهوي بمعنى المناطق، هل يمكن فعلا ان نشهد توزيع وزارات على اساس المحافظات ولماذا هذه الخطوه؟ أنا أتحدث عن تسريبات ولا أتحدث يعني معلومات مسربة وليست مصرح بها باعتبار اليوم ماكو تصريح، وهذا اللي من الملاحظات أنا أسجلها. التسريب الموجود هناك تقسيم على أساس المكونات شيعة سنة وكرد واضح، وهناك تسريب على أنه تشمل، وهي نقطة إيجابية ثانية، أنه كل المحافظات تشمل في التمثيل الحكومي، يعني كل المحافظات حتى تكون هناك حكومة محافظات، وهي حكومة هذا المنطلق جيد وشجعنا عليه، بأنه كل المحافظات تستشعر نفسها موجودة، كما أنه كل النواب يمثلون كل المحافظات، الحكومة أيضا تمثل كل المحافظات. لذلك نحن في سابق وقت دعونا يعني ضمن برنامج الحكومة القادم أن يشعر المواطنون العراقيون في كل المحافظات بأن رئيس الوزراء لهم، مثال ذلك أن يتواجد رئيس الوزراء بكابينته الوزارية في الشهر مرة في إحدى المحافظات. لذلك هناك تسريب بأنه مراعاة تمثيل المحافظات في الكابينة، ولا أقول أنه سيكون ذلك، إنما هو تسريب ومعلومة من تسريبات يعني تصل صحتها إلى 90%. ألن يعقد ذلك المشهد أكثر السيد العتابي؟ نعم، باعتبار راح يصير تفاصيل اكثر فيعقد اكثر اكيدا، باعتبار اليوم انت يعني عندما هناك مكونات وفي داخل المكونات احزاب وفي داخل الاحزاب محافظات سيعقد المشهد اكيدا. طيب على كل حال سنستمع سوية الان الى ما جاء في الشرق الاوسط لنعود ونستكمل هذا الحوار بما تبقى فيه من جزئيات ومحاور. حكومة عادل عبد المهدي المقبلة في دائرة التكهنات. الشرق الاوسط، حكومة عادل عبد المهدي المقبلة في دائرة التكهنات. فاضل النشمي. التحق تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم أول من أمس بلائحة القوى الشيعية التي تركت لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حرية اختيار الأشخاص المؤهلين لشغل المناصب الوزرية من دون تدخل، وسبق لمقتضى الصدر أن أعلن عن الموقف نفسه، ولحقه تحالف الفتح، ولا يزال المزيد من الأسئلة والتكهنات يتردد حول إمكانية نجاح حكومة لا تشارك فيها الكتلة الأساسية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات في ظل نظام برلماني توافقي يشترط أن يكون لمكوناته السياسية تمثيل نسبي في الوزارة، وهو سياق حكم الحكومات العراقية منذ عام 2005. كما يشترط هذا النظام أن تكون الكتلة الأكبر المسؤولة عن طرح رئيس للوزراء داعمة له برلمانيا. وحيال هذا التعقيد الذي تدركه معظم القوى السياسية فضلا عن مجموعة المراقبين للشأن السياسي، تبرز وجهات نظرة مختلفة بين مؤيدة وداعمة لفكرة التفويض وتتوقع نجاح الحكومة. وتمثل هذه تجاه القوى الشيعية الداعمة لعادل عبد المهدي وبين وجهات نظر تتبناها قوى سياسية كردية وعربية سنية تذهب إلى ضرورة أن يكون للقوى البرلمانية الفائزة في الانتخابات تمثيلها الطبيعي في الكابينة الحكومية وفقا لاستحقاقها الانتخابي. وضمن هذا السياق أيضا يبرز اتجاه ثالث يرى أن حكومة عبد المهدي المقبلة ستكون هجينة وسيتخلى عنها الداعمون في أول انعطافة سياسية.
سيد العتابي، ما هي المكاسب التي يحاول إحرازها السيد البرزاني في التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصا بعدما عده الحزب الديمقراطي الكردستاني بمثابة الصفعة بوصول برهم صالح لرئاسة الجمهورية؟ يعني هناك تعقيد في علاقة الأخوة ما زال موجود بين الحزبين الكرديين الأساسيين. يعني وجودهم في التشكيل الوزاري حسب ما علمنا أنه لا يتجاوز ثلاثة وزارات، وزارة سيادية وزارتين، ما أعرف تكون من ألف باء أو غيرها، فلذلك هم يعني في وضع ليس بالمريح. نرجو أنهم يتجاوزوا وضعهم هذا ويكون التمثيل الموجود للجميع، باعتبار الحزب الذي يمتلك رئيس جمهورية يفترض أن يراعي الحزب الذي لم يمتلك ويعود للحاضنة السياسية الجميع، باعتبار الوضع الكردي يهمنا ونحن مسؤولون عن جميع يعني محافظات العراق. نأمل أنه خلال هذه الأيام يكون هناك تفاهم واضح بين الأخوة الأكراد وهم معنيون بذلك، بالتعاون والتنسيق أكيدا مع المكلف بتشكيل الحكومة السيد عبد المهدي. طب بشكل مختصر، يعني بعدما عادت التسميات تنقسم إلى السليمانية وأربيل، وأنت تعلم معنى ذلك سياسيا، إلى أي حد انقسام الكرد الآن يمكن أن يؤثر فعلا على تشكيل الحكومة لجهة الوزارات، خصوصا أنه يقال أنهم هم يطالبون بأربع وزارات على الأقل وليس ثلاثة؟ أي اختلاف لن يؤثر في تشكيل الحكومة، باعتبار أنه الحكومة ممكن، وهذا سيناريو قد يكون موجود في جلسة التصويت على كابينة السيد عبد المهدي، أنه ليس بالضرورة أنه كل الكابينة تأتي، وكو هناك يعني سابقة في هذا الموضوع أنه يصوت على جزء كبير من الكابينة وتترك مثلا وزارات الأخوة الكرد شاغلة وتكون في الوكالة، وهذا مما لا نحبذه حقيقة، باعتبار نريد أن تكون بداية قوية لا تكون بداية. هنا نقطة مهمة يعني في مستوى المستويات، وهو الأقرب أنه السيد عبد المهدي لن يستطيع أن يأتي بالكابينة كاملة في الأسبوع القادم، وتدرين العراق اليوم يمر في يعني مناسبة وفعالية شعبية كبيرة تمنع يعني من الحركة وكذا، وهي زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وهذا أيضا سيؤثر أكيدا في نهاية الأسبوع، لذلك السيد عبد المهدي معني بأنه يستعجل في تقديم الكابينة. أما تقديم الكابينة بشكل مجتزئ وإن وصل 70 أو 60%، فهو علامة غير سليمة في تشكيل الكابينة ودالة على وجود خلافات معنية. ما أريد أن أقوله أن الخلاف الكردي لن يؤثر في التصويت على الكابينة باعتبار لوجود هذا المسلسل. طيب، لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، الضغوط الإقليمية والدولية كيف تؤثر الآن على تشكيل الحكومة، وإلى أي حد الدول الكبرى اللاعبة في الملف العراقي تضغط الآن؟ بعض الكتل الكبرى، بعض الدول الكبرى اللاعبة والمؤثرة في المشهد العراقي ساكتة، وسكوتها فيه خشية حقيقة، تنتظر باعتبار هناك دول كان لها رغبة بأن تتواجد في القرار العراقي. القرار يعني أخذ مساحة داخلية أكثر هذه المرة مع وجود تأثيرات خارجية أخرى، لكن هناك دول لا نحسن الظن بها بكثير من الأمور باعتبار لها مصالح داخلية، نرى أن لها سكوت مطبق وليس وجود أي تصريح أو أي انطباع، تريد أن تدعم. من تقصد يعني؟ من تقصد؟ أنه كثير من الدول اليوم هي على مصطبة من تقصد؟ لا أخوة أستطيع، يعني مثلا التصريحات الأمريكية والبريطانية، الدول الأخرى البعيدة الأمريكية وغيرها، حقيقة في كل حراك سياسي وفي كل تشكيل حكومة نجد لها كلام مباشر ونجد لها نصائح وكذا، هذه الأمور التي يعبرون عنها بالنصائح وسندعم وكذا وكذا. في المشهد العراقي المتأخر هذا وفي تشكيل هذه الحكومة نرى أن تصريحاتهم باردة، هسه مر بالتفسير الإيجابي، والذي نتمناه أنه بعد هي الفرصة، فرصة العراقيين، والعراقيون هم معنيون بتشكيل حكومتهم، هذا التفسير الإيجابي. والتفسير الآخر الذي نخشى منه أنه انزعاجهم من بعض القضايا التي شابت تشكيل الحكومة، بالنتيجة هم معروفون بردود الأفعال، نحن لا نخشى أحداً
العراقيون واجهوا أعتى الجيوش وأعتى الإرهاب الموجود، لكن نقول مستوى التنسيق مع الدول الأخرى مهم جدا حتى لا نعكر الساحة والمزاج الحكومي القادم. نتمنى على الدول جميعا أن تراعي أن الساحة العراقية ساحة مهمة، أن التهبت في نيرانها تصل، يعني أقصد التهبت يعني طائفيا أو التهبت في وجود عناصر إرهابية، فالضرر يعود على الجميع. العراق اليوم خرج من معركة كبيرة وانتصر، وهي معركة دافع بها عن العالم كله، لذلك الكل مدعو اليوم أنه الساكت عن الوضع العراقي أن يدعم العراق، خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي نأمل أن يكون جانب مهم مدعوم من دول العالم كي تجد فرص استثمار وفرص تعاون. ولأنهم يا سيد العتابي يعون مدى أهمية العراق، لذلك غزوه في 2003 واختلقوا الإرهاب فيه فيما بعد في السنوات الأخيرة، وهم مكمن الخطر. قلت بأنكم تتخوفون من هذا السكوت. أنا أشاهد الصورة، أكو كلام منكم لكن صوت انقطع تماما. هل تسمعون الآن؟ طيب، على كل حال كنت أريد أن أسأل أكثر عن التخوف من هذا السكوت، ماذا تتوقعون بعد هذا السكوت من هذه الدول؟ طيب. إذن عندما نتحدث عن المشهدية العراقية السياسية وحتى العسكرية والاقتصادية، لا يمكن أبدا أن نفصل أي ضغوط خارجية. أشكرك كل الشكر السيد مهند العتابي القيادي في حزب الفضيلة على وجودك معنا في هذه الحلقة من حوار الساعة. هذه الحلقة مشاهدينا انتهت، نلقاكم في حلقات مقبلة، دمتم سالمين.